وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن وضع العراق يحتاج تماسكا مع قيادته للسير به نحو الأمان. نحتاج إلى وحدة وتماسك في المواقف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكون العلاقة متينة بين ركني الدولة التشريعي والتنفيذي، يعني بأننا نشحذ الهمم من أجل أن نسيطر على المتطلبات ونواجه التحديات. السياسات والسياقات التي نعمل بها ونتواصل من خلالها مع العالم تثبت بأننا نستطيع أن نكون الدولة المحور التي باستطاعتها أن تكون دولة وسطا قابلا لأن يدخل على خط الخلافات الإقليمية من أجل المنطقة وشعوبها ومن أجل العراق الذي نحن فيه.